أخبار اليوم. في الملتقى العلمي 15 لجمعية طب الأطفال وحديث الولادة بالمنوفية بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية حديث الولادة برئاسة الأستاذ الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس. في الملتقى العلمي 15 بنناقش الجديد فيما هو علاج الأطفال حديث الولادة وناقص النمو، وده اللي اتكلمنا عليه في طرق التغذية السليمة للأطفال ما بعد خروجهم من الحضانات، وخصوصا الأطفال ناقص النمو والمبتسرين. وبرضو اتكلمنا على كيفية أو الطرق الصحيحة لفطام الأطفال من على أجهزة التنفس الصناعي، وكمان اتكلمنا على الاستخدامات الصحيحة للمضادات الحيوية لدى الأطفال. برضو اتكلمنا على الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية في حالات التسمم البكتيري بالدم. ودي كانت الأربع محاضرات اللي اتكلمنا عليهم، وحاضر فيها أساتذتنا العظام طبعا، أولهم الأستاذ الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور هشام عوض أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أدهم حجازي أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أسامة والشتوح أستاذ طب الأطفال جامعة بنها. وطبعا الحدث ده كان موجود في حوالي 400 طبيب على مستوى الدلتا وعلى مستوى مصر كلها. الأطباء دول أغلبهم من الشباب، من الأخصائيين والأطباء المقيمين الموجودين على مستوى المنوفية وعلى مستوى الدلتا وعلى مستوى القاهرة كلها. كان حاضر معانا أساتذة كبيرة من جامعة الأزهر، وكان يتقدمهم أستاذنا الدكتور عاطف دنيا، أستاذنا الدكتور علي عافية، جامعة المنوفية كان موجود فيها طبعا أستاذنا الدكتور علي الشافعي أستاذ طب الأطفال ورئيس جمعية طب الأطفال وحديث الولادة بالمنوفية، ولفيف من الأساتذة والاستشاريين على مستوى الجمهورية كلها. الملتقيات العلمية ديت ده بنسميه ده اللي بنقول عليه دلوقتي الملتقى 15، بنهدف بالملتقيات العلمية تجميع أكبر عدد من الأطباء الشباب، وإن هم يتعرفوا على أحدث الطرق العلاجية لطب الأطفال.